السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. إحنا يا جماعة إن شاء الله النهاردة داخلين على فوكابولاري، كلمات ومصطلحات وحروف الجر بتاعت الوحدة 3 كده، على أساس تصبر بس معايا في المقدمة السريعة دي عشان تعرف النظام الجديد اللي إحنا هنمشي عليه في الفيديو ده. ويا ريت يا جماعة برضو من خلال تعليقاتكم بنعرف رأيكم في الطريقة اللي إحنا بنحاول نجدد فيها علشان خاطركم. احنا النهارده هنعمل ايه؟ احنا النهارده هنشرح بناء على يعني كنت خدت اراء كده بعض الناس على اليوتيوب منكم يعني، ولقيت ان النسبه الاكتر يعني اللي بتدي رايها في فهم الكلمات بتبقى من خلال اسئله، يعني بتعرف تذاكر الكلمات من خلال اسئله، وطبعا المذكره بتبقى موجوده عندهم بيذاكروا بقى كمان ايه منها. وفي نسبه كمان قالت ان هي من خلال توضيح لبعض الكلمات من خلال القطع والحاجات دي. انا هاخد الطريق اللي هو الوسط، يعني 5 دقائق او 3 دقائق كده على اهم الكلمات، بس بعد لحظات هنتنقل للاسئله، فخدوا بالكم معايا. نقول بسم الله توكلنا على الله. هناخد الكلمات الرئيسية سريعا مع بعض كده، اللي هي approach to، اللي هو اسلوب او نهج او طريقة. artificial intelligence اللي هو الذكاء الصناعي، وممكن نختصره يبقى AI. drugs اللي هي عقاقير، ممكن ان احنا نستخدمها في بعض المناطق يعني ان هي تبقى معناها اللي هي مخدرات. experiment ممكن تمشي verb بمعنى يجري تجربة، طبعا في المعمل بتاعت العلماء ديت يعني والتجارب وكده، وممكن تمشي noun بمعنى تجربة معملية. immerse طبعا الكلمات لما نشوفها في التمارين هنعرف نحل عليها ازاي. يستحوذ او يغمر. implement اللي هو يبدأ في تطبيق نظام مثلا او سياسة جديدة او كده. inconvenient دي adjective صفة بمعنى غير مريح او غير ملائم، واضح ان هي الـ 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 العكس بتاعها هو convenient اللي هو ملائم. mass produced طبعا ده معناه منتج بالجملة او ينتج بالجملة، والنون منه طبعا هيبقى mass production. operation اللي هي عملية، طبعا هنا المقصود بها العمليات اللي هي بتبقى تبع اللي هي المستشفيات وسيرجنز الجراحين وكده، وممكن برضو تبقى عملية عسكرية. نيجي لكلمة process اللي هي عملية تصنيعية، يعني في مجال التصنيع، يعني هنا بيقول لي method of producing something. process عملية تصنيعية، وممكن تكون عملية طبيعية زي ايه مثلا، ما بنيجي نقول عملية البناء الضوئي فدي تعتبر process. sensor اللي هو جهاز حساس، زي مثلا لما في بعض السيارات بيبقى لما تيجي ترجع للخلف بيبقى بتركب فيها جهاز حساس على اساس لو في حاجة وراك بتاخد بالك، sensor. speaker اللي هو السماعة. spectacularly بشكل مذهل. surgeon جراح، طبعا منه في ناون كمان اسمه surgery اللي هي جراحة او عملية جراحية. surround يحيط ب، treatment علاج. هنا طبعا يا جماعة المذكرة معاكم، هنا الكلمات من كتاب ستودنت بوك ومن كتاب اللي هو طبعا التدريبات، وهنا بعض الكلمات والمضاد بتاعها، وطبعا احنا هننزل على التمارين حالا. النقطة دي مهمة جدا، يا ريت بتخلوا بالكم منها وتقروها كويس، اللي هي ايه؟ مصطلحات مهمة جدا على سبيل المثال مش الحصر، يعني مثلا بنقول ايه؟ go as far back as the 30s اللي هو يعود الى الثلاثينات، يعني مثلا بنيجي نتكلم عن اختراع معين او كده بنقول it goes as far back as the 30s، يعني بيعود بتاريخه الى الثلاثينات. ده طبعا مهم جدا يا جماعه، اللي هي الاكسبريشنز والمصطلحات وحروف الجر ده هي مهمه جدا جدا جدا، حتى لو ما تناولناهاش في اسئله تحت. طبعا احنا حاولنا في الاسئله
ان احنا بنختار عدد مش كبير من الاسئله عشان ما يبقاش الفيديو كبير. وده طبعا القطع اهي يا جماعه، تقروها كويس جدا جدا وتطبقوا فيها. هنا طبعا اللي هي بعض المصطلحات او بعض اللي هي التعليقات اللغويه، هنرجع لها حالا من خلال بقى واحنا بنشرح زي ما اتفقنا. نقول بسم الله توكلنا على الله. اكسرسايز نمبر 1، النصيحه ان انت تقرا الجملة قبل الاختيارات يا جماعة، أو تقرأ الاختيارات الأول وتبقى حاططها في دماغك وبعد كده بس اقرأ الجملة للآخر. نمبر 1، I like to read my newspaper in bed. هنا هتلاحظوا يا جماعة معايا حاجة، هتلاحظوا معايا كلمة every day منتشرة معايا هيت، ومعايا كلمة always. احنا عايزين ايه؟ انا معايا كلمة اسمها every day اللي هي المتصلة، وعلى فكرة ده تبقى الإجابة بتاعتنا بس في التوضيح بقى، وفي every day. نقول منين الأول؟ تعال ناخد اللي هي الإجابة بتاعتنا عشان اللخبطة. أنا لما باجي أقول يا جماعة هنا every day المتصلة تعتبر adjective، صفة بمعنى daily اليومي. فهنا أنا بحب أقرأ إيه؟ الجريدة اليومية، يبقى every day newspaper. هنا بنعلمها بإيه؟ نختار المتصل إزاي؟ إن جاي بعدها noun، تمام؟ زي مثلا نقول إيه؟ everyday exercise اللي هو التدريب أو التمرين اليومي. الكلمة التانية اللي هي، لأن في يعني ممكن أسئلة تانية تكون أنت محتاج ديت، everyday ككلمتين كده يبقى إيه؟ ديت تعتبر حال بترد على السؤال when اللي هو إمتى. فمثلا واحد بيقول مثلا I go to school every day، أو every day I go to school، بتيجي يا في أول الجملة يا في آخر الجملة. دي بقى الإجابة بتاعتنا every day. Number two، the wood goes، wood يعني الخشب، through، واضح إن إحنا في عملية تصنيعية يا جماعة. الخشب بيمر في مرحلة إيه؟ which turns it into paper، عشان ايه؟ يتصنع منه الورق. يبقى انت بتتكلم في عملية تصنيعية، يبقى هي هتبقى ايه؟ process، مش كده؟ الكلمة طبعا خلوا بالكم، شوفوا وانا معاك اهوت، يعني ده طبعا تدريب عملي على الحل، باخد بالي ما بتسرعش. طبعا بروسيشن ديت بمعنى موكب، تمام؟ تمام. هنا بيقول لي the pharmacy is، الاجزخانة مالها؟ عايزنا اختار واحدة من دول. 24 hours a day، يعني عايز يقول الأجزخانة مفتوحة 24 ساعة في اليوم. هنا يا جماعة ديت هتبص تلاقيها متعرض لها في الشرح دوت عشان تعرف ان الشروحات دي بتبقى فيها حاجات مهمة. يعني مثلا هنا كلمة open، open يعني ايه؟ انا عارف ان هي فعل بمعنى يفتح، زي he usually opens the shop at، بيفتح المحل الساعة كذا، الساعة مثلا 8 in the morning. He is opening the shop now. هنا أنا بستخدمها كفعل، إنما ممكن تبقى هي مستخدمة كصفة بمعنى مفتوح، مش فعل بقى، يعني هي متاحة دلوقتي، عكس كلمة closed اللي هي مغلق. يبقى نقول إيه؟ The shop is usually open from 8 to 8، طبعا from 8 in the morning to 8 اللي هي in the evening. يبقى انا معايا كلمة open. تعالى بقى نبص كده في الكلام بتاعنا، عايز اقول للأجزخانة مفتوحة 24 ساعة، يبقى هنا هنختار كلمة open، احنا عايزينها كصفة. Plastic toys، الألعاب البلاستيكية are very cheap because thousands of them، لأن الآلاف من الألعاب دي يا جماعة دلوقتي ايه؟ in factories every day. يعني هي رخيصة ليه؟ لأن هي بتنتج أو بتصنع بالجملة، يبقى أنا هفتكر الكلمة اللي أنا عايزها وخلي بالي عشان ما اختارش الخطأ، mass produced، مظبوط، لأنها تصنع. هنا طبعا massive يعني ضخم، mass production ده النون منها بقى اللي هو الإنتاج بالجملة، mass destruction اللي هو طبعا اللي هو التدمير، زي mass destruction weapons اللي أسلحة الدمار الشامل. يبقى الإجابة بتاعتي mass produced. السؤال ده خلي بالك معايا كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي few days، أيام قليلة،
I and my friends meet at the club. عايز يقول ان كل عدة ايام او كل ايام قليلة، كل مجموعة ايام كده بنتقابل انا واصدقائي في النادي. طيب عايزين كلمة كل، هتلاقي الاجابة بتاعتي هتبقى every. ليه بقى؟ every طبعا هي every ممكن يجي وراها مفرد وممكن يجي وراها جمع. في الحالة بتاعتنا دهيت بتفيد التكرار، يعني every day يعني كل يوم، every 10 days كل 10 ايام بتفيد التكرار، every few days. انما لما يقول لي طبعا كلمه each بتجمع المفرد بس، لما نقول مثلا يعني each one او each day، both بتيجي مع المسمى، وall لما نقول مثلا ايه all days يبقى ما بيتكلمش على التكرار، ده بيتكلم على طول الايام، يبقى بيتكلم كمده يعني. ايه الاجابه عندي هنا؟ هتبقى every. نهى had a، امشي كده هلاقي كلمة big Tuesday cake in the shape of the pyramids. نهى كانت عاملة عيد ميلاد وفيها ايه بقى؟ كيكة كبيرة لحفلة عيد الميلاد على شكل هرم. فهو عايز يقول ايه؟ هنا محتاجين ايه؟ مادام ده اسم يبقى محتاجين هنا صفة، يبقى spectacular. spectacular اللي هي كيكة مذهلة رائعة، spectacular. انما spectacular ليه اللي كانت موجودة عندنا في الكلمات اللي هي ايه؟ بصورة مذهلة او بصورة مدهشة او بصورة رائعة. زي مثلا في مثال تاني بقى ممكن نقول ايه؟ نهى sang spectacularly in the party، يعني هي غنت بطريقة مذهلة. ده مثال تاني يا جماعة اللي بنتكلم فيه. هنا بيقول لي the house was by a tall tree wooden fence. عايز يقول لي فهمت كده ان المنزل محاط بسور خشبي طويل، يبقى انا هجيب كلمة surround. يبقى طبعا هل اقول ايه؟ هل اقول ايه؟ اهي surrounded يعني محاط بيه، surrounded. music suddenly blasted out from there، يعني عايز يقول الصوت المزيكا فجأة انفجرت من، طبعا هتبقى السماعات. لما نيجي نقرأ كده في عندي speakers سماعات، عندي microphones، عندي seekers دي باحثين talkers. لا احنا عايزين طبعا كلمة speakers كلمة بتاعتنا اللي احنا عايزينها. the play was so good that I was totally in the story. I forgot I was in a theater. انا نسيت ان انا في مسرح. المعنى الاجمالي يا جماعه والفهم الاجمالي ده لما ربنا بيوفقنا له بيساعدنا كتير في الحل. بيقول المسرحيه كانت جميله جدا او جيده جدا لدرجه ان انا كنت ايه بقى؟ يعني انشغلت بها جدا واستغرقت فيها جدا وبقت مستحوذه عليا جدا. هنا لما نبص للكلمات اللي احنا حافظينها immerse ودي فايدة طبعا ان احنا بنذاكر من خلال تمرينات حسب ما انتوا برضو طلبتوا. يبقى immersed هي immerse يعني ايه؟ immerse يعني يستحوذ او يغمر او كده. لما اقول على حد I was immersed in the story يعني I was absorbed. طب يا مستر ما انت قلت absorbed. ايوه ما absorbed، بس خلي بالك راعيت ان هي ما فيش فيها ايدي عشان ما نختارهاش. يبقى I was totally immersed يعني كنت مستغرق جدا في القصة. هنا تعالى نقرأ نعمل بالطريقة التانية اللي هي في بعض الناس بيروحوا قارئين الاختيارات الأول. stole اللي هي الماضي بتاع steal stole stolen. steal يعني يسرق، يجي وراها ايه؟ يجي وراها الشيء اللي الواحد بيسرقه، يعني مثلا ستيل ماني، ستيل واتش يسرق ساعه، يسرق فلوس، يسرق اي حاجه اللي الواحد بياخدها. تمام. كلمه روبت ده الماضي بتاع روب اللي هي ايه؟ روب اللي هي يسرق من، يجي وراها ايه؟ اللي هو الانسان اللي اتسرق منه الحاجه. زي مثلا ما نقول ايه؟ هي روبت مي يعني هو سرقني مش خدني انا. هي روبت me of my money يعني هو سلبني مالي، خد مني فلوسي. بيجي وراها الانسان او يجي وراها المكان اللي اتسرق منه. يعني مثلا نقول مثلا يعني they robbed my house يعني هم سرقوا بيتي.
كيدناب، كيدناب طبعا بيجي اللي هي معناها يختطف، دي بيجي وراها شخص اللي هو يختطف شخص، مش يسرق منه حاجة، لا ده بيسرقه هو، زي مثلا ما بنقول عصابة مثلا a gang kidnapped a child، يعني اختطفت طفل واحتجزته. جراب، جراب يعني ايه؟ جراب يعني يخطف حاجة ويجري، يعني مثلا بنقول he grabbed my bag، يعني هو خطف شنطتي. فبناء على كده بقى تعالى اما نشوف، بيقول لي no one knows، محدش يعرف who my friend's house، يبقى ايه رأيكم نختار مين؟ هنختار طبعا رب، يبقى يعني سرق بيت صح، محدش يعرف مين سرق بيت صديقي. There are plans to build new cycle lanes. Lanes يعني ايه؟ مسارات او حارات او خط سير يعني. في خطط ان هم يبنوا او يعملوا مسارات للدراجات through the city في المدينة. But they haven't yet it. So I still take the bus. يبقى انا لسه باخد الاتوبيس، يبقى هم لسه ما طبقوهاش، ما بدأوش تنفيذها. يبقى ارجع للكلمة اللي انا حافظها اللي هي implemented. Implemented. All the trains were cancelled this morning. كل القطارات اتلغت هذا الصباح. Which was very as I couldn't get to the college. الوضع ده كان بالنسبة لي وضع طبعا غير ملائم، وانا ما قدرتش اروح الكلية. يبقى ايه رأيكم، ها يلا سيبكوا ثانية اهوت، ايه رأيكم inconvenient، يعني غير مريح او غير ملائم لان انا ما روحتش الكلية. After a long discussion، بعد مناقشة طويلة، I agreed، وشوف هنا my brother's opinion، يعني وافقت على رأي أو اتفقت مع رأي أخويا. يبقى أنا هنا agree with. تعال نبص مع بعض، بص اسوانتوطة كده، أنا معايا كلمة agree هي في الشرح، وبرجع للكلام ده يا جماعة. agree with a person طبعا دي في الأول كده محفوظة، يعني يتفق مع شخص. everyone agrees with me، الكل متفق معايا. agree with كمان ممكن يجي a statement، ممكن تصريح، يتفق أو يوافق على تصريح. idea فكرة. opinion I agree with his comment، تعليقه متفق معاه تعليقه. في agree on و about مثلا يتفق أو يتفق على موضوع، مثلا زي we agree on the best course of action، احنا اتفقنا على افضل course للحدث او للفعل. agree that يوافق ان، عشان اجيب بعدها جملة اهو. agree that something is true good، حاجة زي كده. they agree that an apology، الاعتذار is necessary، يتفق ان بعدها بيجي جملة. في كمان agree to، واجيب بعدها الفعل في المصدر، زي she agreed to help me study for the test. نروح للسؤال بتاعنا تاني، احنا كنا عند السؤال 13، يبقى I agreed with my brother's opinion. معلم على الاتنين دول ليه؟ علشان هنرجع حالا لكلمة electric. خدوا بالكم بقى يا جماعة. My father works as an engineer. عايز يقول مهندس ايه؟ طبيعي هتقروا الكلمات دي بسرعة، تقولوا ايه؟ يعني مهندس كهرباء. حلو قوي. هنا يعني هو له علاقة بالكهرباء، بس مش بيدور بالكهرباء. عشان كده هنختار كلمة electrical. تمام؟ تمام. طيب most countries tend to produce cars to reduce pollution. عايز يقول ان معظم الدول بتميل لانتاج، عايز يقول السيارات اللي بتدور بيه او بتدار بيه، بتمشي بالكهرباء، يبقى علاقة مباشرة بالكهرباء، يبقى هنا كلمة electric. electric. الاساس في الموضوع يا جماعة ايه؟ الموضوع ان electric والالكتريكال، الاساس في الحكاية هي كلمة electricity اللي هي الكهرباء. تمام. جه منها الصفة electric، يعني ايه؟ يعني
له علاقة، يعني يدور بالكهرباء، يعمل بالكهرباء، جهاز يعمل بالكهرباء، زي ما بنقول بتدور بالبنزين، بتدور بالسولار، بتدور بكذا، هنا بتدور بالكهرباء، زي إلكتريك كار أو إلكتريك موتور، يبقى علاقة مباشرة بالكهرباء. إنما إلكتريكال هي بصفة عامة كده، يعني متعلق بالكهرباء بس مش لازم يكون مباشرة بالكهرباء. زي مثلا إيه؟ الحتة دي يا رب ما تتلخبطوش فيها. شوف، إلكتريكال إيكويبمنت معناها إيه؟ معدات كهربية. أنا بتكلم عليها بصفة عامة لوصفها كده، أقول دي معدات كهرباء. أبليانسز أجهزة كهربية. انما لما نتكلم على جهاز بعينه ونقول تدور بالكهرباء يبقى الكتريك. هنا مثلا مهندس كهرباء يبقى الكتريكال انجينير. هنا عندي، نرجع بقى للامثله بتاعتنا، اي بريفير كوفي، وهنا تي اسم تاني. لما تيجي تقول بريفير من غير ود معايا، لما تيجي تقول افضل كذا على كذا، يعني احنا كمصريين كده هنتلخبط في اون، لا يا جماعه دي بتاخد تو، مظبوط كده؟ اهي بريفير. تعالى نرجع لها ثانية، مش هتاخد مننا ثواني. بيقول لي بريفير، يفضل، يجي بعدها النون أو أي إن جي فورم. يا لما نيجي نقول على بقى، يفضل على ممكن الاسم أو الأي إن جي، زي أي بريفير ماي نيو سمارت فون تو ماي أولد وان، أنا بفضل التليفون السمارت فون الجديد بتاعي على القديم. طب أي بريفير ووكينج to driving، انا بفضل المشي على السواقه، واضحه جدا. لكن لو احنا جبنا بقى would prefer to، اجيب بعدها الانفينيتيف، مهم جدا يا جماعه واعرفوا، لما نيجي بقى اداه التفضيل على يبقى rather than، يبقى فوق prefer to، هنا would prefer to والفعل في المصدر، rather than على، اجيب بعدها اللي هو طبعا المصدر وممكن الاسم احيانا. I prefer to sit in the garden. واحد بيقول أنا أفضل إن أنا أجلس في الحديقة rather than watch TV. تمام؟ تمام. بنيجي هنا بنقول خلاص إحنا حلينا المثال ده. The museum official، مسؤول المتحف، instructed us، يعني أرشدنا، إدانا بعض الإرشادات، not to touch the objects، إن إحنا ما نلمس الأشياء display. هنا هتلاقي طبعا في الاكسبريشنز مصطلح اسمه on display، يعني الاشياء اللي هي نهين المعروضه on display. يبقى هنا يا جماعه ما نكتفيش بالاسئله، ده مجموعه اسئله بس كده استرشاديه صغيره للشرح، لكن ارجع وذاكر الكلمات طبعا لان فيها حاجات مهمه جدا. Earth is one of the eight planets of the system. عايز هنا يقول المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي، اللي هي نظام المجموعة الشمسية، هنا عايزين صفة، يبقى هنختار كلمة سولار. طيب صن، لا صن ده اسم اللي هو الشمس، إنما لما نقول المجموعة الشمسية يبقى السولار صفة. طب لونر، لونر معناها قمري، من كلمة من اللي هو مون القمر، يونيفرس طبعا الكون، يبقى المجموعة الشمسية اسمها سولار سيستم. هنا عايزين نختار في astronauts، astronauts اللي هم رواد الفضاء، astronomers اللي هم علماء الفلك، astrologers اللي هم العرافين او المتنبئين بالمستقبل او الدجالين، وفي surgeons اللي هم الجراحين. بيقول لي ايه بقى عشان اختار واحده بكمل الجمله، have been able to study، يدرسوا most of these planets for many years. اللي بيدرس يا جماعة الكواكب والحاجات دي طبعا هيبقى astronomers اللي هم علماء الفلك. مستر جلال is highly critical of، يعني منتقد بشدة، of the ministers، ايه بقى الوزير منتقد لإيه الوزير؟ to، خلي بالك من كلمة تو دي، education، عايز يقول ان هو منتقد بشدة سلوك او نهج او طريقة الوزير في التعليم، يبقى انا معايا كلمة approach اللي هي عندي في الكلمات. politics يعني السياسة، السياسة اللي هي بتاعت الاحزاب وبتاعت اللي هي الرؤساء وكده، لا دي مش عايز. انما التانية بقى اللي انا مرضتش اجيبها هنا عشان كانت ممكن تنفع، اللي هي policy، P-O-L-I-C-Y. Preaching،
يعني واز، واي يعني طريقة. لو احنا بقى خدنا واي ثم نقول واي اوف، انما طبعا هنا تو يبقى ابروتش تو education. Scientists have already sent، العلماء بالفعل ارسلوا ايه onto the surface of Mars، لسطح مارس اللي هو كوكب اللي هو المريخ. يبقى هتلاقي ايه في دول؟ هل سبيس ووك ولا سبيس كرافت ولا استرونومرز ولا درايفرز؟ طبعا سبيس كرافت اللي هي سفن او مراكب الفضاء. Mars is hopefully just one step، ده مجرد خطوة واحدة إلى around us، المحيط بينا. University جامعة ولا universal، دي صفة بمعنى إيه اللي هو كوني، universal اللي هو الكون، ولا atmosphere اللي هو الغلاف الجوي. إحنا عدينا يا جماعة الغلاف الجوي خلاص، يبقى universe اللي هو الكون حوالينا. How will artificial intelligence، دي اختصار طبعا ل AI، artificial intelligence اللي هو الذكاء الصناعي، وهنا على طول بيقول لي our lives، يبقى كيف سيؤثر، عايزين هنا الفعل. انا معايا كلمة affect، affect اللي هي يؤثر على، ما بياخدش حرف جر، وحرف الجر جواها. لو احنا بقى عايزين النون اللي هو effect اللي هو تأثير، بنجيب ايه بقى؟ have an effect on. يعني لو احنا كنا مثال تاني يا جماعه، احنا خلاص خدنا الاجابه، يبقى how will AI have an effect on our lives. I think we will have run of oil in the next 100 years. عايز يقول ان احنا سوف ينفذ مننا اللي هو البترول والحاجات ديت، يبقى نقول ايه في مصطلح اسمه run out of، ينفذ من، يستنفذ يعني يخلص. Most buildings in the city of New York are on a scale. انا في مصطلح يا جماعه حافظه اسمه on a big scale، مش كده؟ يعني على نطاق واسع. بس خلي بالك لما قريت الجمله وانا معلم حتى كمان هي على كلمه than، يبقى انا هنا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل مقارنه. يعني بيقول لي اكتر من تلك الاماكن اللي هي طبعا في المدن الاوروبيه، يبقى اون ا بيجر. خلي بالي بقى من الحاجات اللي هي اللعب الصغير اللي زيها، بقى اون ا بيجر سكيل، يعني على نطاق اوسع من اللي موجوده فيه كذا. بالشكل ده يا جماعه مجموعه اسئله بسيطه كده راجعنا من خلالها الكلمات. بس دايما نصيحتي لكم اقرا كويس وذاكر كويس واحفظ كلمات كتير، ما تكتفيش يعني الطريقه دي، هي بس لمجرد توضيح وتشجيع. أشوف آراءكم كده وتعليقاتكم في الكومنتات طبعا، على أساس نعرف إحنا كده ماشيين كويس وعجبكم الطريقة ديت ولا إيه رأيكم. شكرا على حسن استماعكم، إن شاء الله هنتقابل في شرح جرامر اللي هو الوحدة 3. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.